أحلام الطفولة قد تتحول إلى واقع في وقت ما من الحياة، وهذا ما حصل مع الشيف سارة الكوهجي التي تركت مهنة المحاماة واتجهت إلى دراسة الطبخ وتحقيق حلمها بإطلاق مطبخ تدريبي لتعليم فن إعداد الحلويات. المزيد من التفاصيل مع الزميلة خولة الجرينيس في سياق التقرير التالي. إرادة مرتبطة برغبة عميقة لتحقيق حلم الطفولة وتحويلها إلى واقع ملموس لترضي شغفها الداخلي الذي كان يسيطر على تفكيرها، فدفعها إلى امتهان مهنة الطبخ وترك مهنة المحاماة لمن يهواها. بديت أطبخ من عمر صغير، كنت 9 سنين أدش المطبخ أحاول، يا ما فشلت ويا ما نجحت، بس تمت كهواية وصارت حب للطبخ. صرت أحب أدش المطبخ، أحب أعلم الناس عن الطبخ، أحب أراوي اللي خاصة اللي في جيلي إن ترى الطبخ مو بصعب. دراستها لمهنة المحاماة في بريطانيا لم تنسها حلمها المكنون، فما أن أنهت درجة البكالوريوس في القانون حتى اتجهت وبدون مقدمات لدراسة الطبخ لترضي طموحها، فعادت إلى البحرين تحمل بين يديها شهادتين، الأولى أكاديمية والثانية مهنية. كنت محامية 3 سنين وتركت المحاماة، قررت أن أفتح محل أعلم في الناس. ما كنت أكره المحاماة، كنت أحب المحاماة، بس ما لقيت روحي في المهنة. حسيت إن بغيت شيء غير، بغيت شيء أنا أسسه، أنا أبتدي، أنا أغير من اللي حواليني، أقدر أعلمهم شيء جديد. المحاماة كان شيء بس متكرر، روتين، سيستم. خوف الأهل على مستقبل أبنائهم قد يجعلهم لا يؤمنون بالطموح، ولكن مع سارة كان الأمر مرهوناً بحصولها على شهادة المحاماة. إصرار سارة وحب سارة للطبخ وتميزها فيه لما راحت ودرست وخذت الدبلومة كشيف خلاني أقتنع أن سارة دام حابة هاي المهنة وحابتها أكيد بتنجح فيه، فما بغيت أكون أنا اللي أوقف ضد قرارها. شجعتها عليه ووقفت معاها وشاركتها في المحل بعد. حلم صغير كبر على مر السنين ليصبح اليوم مطبخا متخصصا في دروس إعداد الحلويات. من المحاماة إلى الطبخ، رسمت لها خطا يجسد حلم الطفولة الذي كبر معها، فتعلمت فنونه لإيمانها المطلق بأن النجاح مرتبط بالإرادة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.